ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا إجا العيد وعيد ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك حشر علينا ذلك ونفخ في الصور ذلك يوم ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانهم إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
وجدك ضالا فهدى فأما وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجعلني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أعتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا نومكم سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون
اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترفعهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أهدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فانطلقوا وهم يتخافتون إلا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. عصى ربنا فأقبل بعضهم على بعضية العالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليهزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.
ما أفاء الله على رسوله منهم من أهل القرى فلله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أشفقتم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الكفر والفجور الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فمن لم يتب والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله غفور رحيم والله عليم حكيم. ما شاء الله. ننتهي نشتركش بالنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إذ يغشى إن هو إلا وحي يوها علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم الأقبة وما أدراك ما الأقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت
بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سيرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والليل إذا والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والليل والأرض وما دهاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد هاب من دساها، كذبت ثمود بتقواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يحاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مشفقين أن منكم مكذبين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد قبل طلوع بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق لقد أرسل رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره
ورسله بالغيب ورسله بالغيب أولئك إن الله سميع بصير إن الله لا يهدي إن الله قوي إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية إجا العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا إجا العيد وعيدنا ندعي الله يقبلنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا هذا العيد أحلى عيد عالمحبة جمعنا da svi se na stupenjima očekuju naše rezultate. Takmičenja današnjeg možemo reći jedno, a to je da ste svi pobjedili u smislu da ste svi izašli pred komisiju, proučili ono što vam je zadano i potvrdili da ste se trudili i da ste učili Allahovu knjigu tokom raspusta, što je bio cilj ovog znači, takmičenja, da se tokom raspusta pripremaju učenici uče i obnavljaju ono što su učili. U tom smislu svako od učesnika bit će nagrađen. Znači, niko neće vas otići bez nagrade, a naravno najbolji će dobiti najbolje nagrade. Prije dodjeljivanja nagrada za današnje takmičenje, mi imamo posebne nagrade za učenika koji se u toku školske ove godine najbolje iskazao u učenju, u trudu, u hifsu. To je Muhammed Agisanel. Njega pozivamo da dođe, da primi hediju lijepu, tefsir, saat el feđer i naravno priznanicu za trud. Znači on je trudio se u toku godine i naučio je najviše hipsa, čini mi se. Oko 4 džuza u toku godine je naučio, znači hipsa i položio pred hapsu. Znači za njega nagrada. Također dva učenika koja se također istakla znači u učenju, to su Nehad Hajfašć, za njega isto nagrada tefsira. Znači tefsir Ajde Karnija u prijevodu Abdurrahmana Kuduzovića. I tefsir isto tako nagrada za Alija Naderevića. On nije tu, ali bi ja pozvao brata Almira Durmića iz Velike Kaduše da primi ovaj tefsir i da mu ponese i uruči kao nagradu za njegov trud u toku školske godine. Sad ćemo početi sa dodjelom priznanja za učesnike, znači za takmičare učesnike u kategoriji jednog džuza i nagrade naravno za njih. I na početku Mujo Begić, on je osvojio 79 bodova, znači za njega nagrada od 20 maraka i priznanica za učestvovanje. Vi znate da ono najbolje dolazi na kraju, zato ćemo pobjednika ostaviti na kraju. Sljedeći je Velagić Ubejt, također nagrada od 20 maraka i priznanica, on je osvojio 78,5 bodova. Sljedeći je Mohamed Mušić, bio je blizu, znači ovo je znači, u top 5, Haman. Znači, za njega nagrada 20 maraka, 88,5 bodova. Tričić Muhammed,
on je osvojio 82 boda I za njega ista nagrada, znači za sve učesnike, takmičare koji nisu među prva tri je nagrada 20 maraka. Sljedeći je Tričić Ibrahim, 87,5 bodova. Sljedeći je Džanan Fejsal, 76 bodova. Mujović Salah, 87,5 bodova. Mušić Merijem, 85 bodova. Tričić Abdurrahman, 83 boda. Tričić Ahmed, 83 boda. Duraković Belkisa, 90 boda. Bila je četvrta, skoro sam bila. E sad, nagrada za treće mjesto u kategoriji jednog džuza je 50 maraka, Tričić Tarik. 91 boda. Dva Durmića su uzela prva dva mjesta. Muhamed Durmić, 92 boda, drugo mjesto I nagrada 100 maraka. I Ahmed Durmić, pobjednik, 94,5 boda, najbolji u kategoriji jednog džuza, 150 maraka nagrada. Sad ćemo znači dodijeliti nagrade za takmičare u kategoriji 5 džuzeva. Priznanja nagrade jer za njih smo obezbijedili kao donaciju našeg brata Abdurrahmana koji je prevodio s tefsira za svakog od njih po tefsir Ajde al-Karnija izuzetno vrijedno djelo, vrijedna knjiga I čitajući I ekonomski materijal. Sumeja Šarić. Jest. Za njih je isto utješna nagrada 20 maraka 82 boda Tričić Sejfo Sejfula Sejfula, tako smo napisali na priznanici a ovo sam ja sve bilježio 61 bod Ubedullah Mujević 79,5 bodova Mušić Zejc 61,5 bod. Vi pamte koliko ste bodova, značite koliko ste bili blizu prvog mjesta. Abdulmelik Tričić 84,5 boda. Talha Tričić 75,5 bodova. Tričić Abdul Hakim 59 bodova. Mušić Zubej 83,5 boda. I Šabić Amina 75,5 bodova. E sad treće mjesto 86 bodova, nagrada od 100 eura, Bajrić Malik. E sad ova dvojica, što su ostala? Hoćemo pauzu jednu napraviti pa onda ćete. Dobro. Drugo mjesto, 88 osvojenih bodova, Džanan Ishak. I prvo mjesto, 91,5 bod, Mujović Zejd. Zaboravio sam reći za Ishaka Džanana 150 eura nagrada I nagrada za prvo mjesto Zejdu 200 eura.
Ja bih zamolio sada na kraju znači našeg gosta Almira Karpića kratko samo da poselam i skup i da molim odavde ako može i samo da eto u dvije rečenice obzirom da si naš gost iz daleka došao kao član komisije znači ja bih zamolio samo da eto on u nekoliko rečenica. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام يا سوي براتشو تين سستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردي وندان propraćen Allahom milošću kišom alhamdulillah i radosni su naši učesnici i ovako je na dunjalku svako onaj koji se trudi na kraju će svoj trud vidjeti. A ovako isto je, braćo i sestre, na ahiretu. Onaj ko se bude trudio i ko bude noći ne spavao i dane u trudu i u poslu provodio i kročio ovim svijetom u Allahovom zadovoljstvu, doći će dan da odmara i pruži noge kao što su ovi naši dječaci sada pružili. Nekudi će, znači ja i nekudim sada. Oni su sa pravom pružili noge, odmorili, dobili zaslužene nagrade, dobili priznanice. Oni koji su ih dočekali, koji su organizovali, potrudili se da to bude na najbolji način. A zamislite, braćo i sestre, kad se gospodar svjetova, kad gospodar svjetova bude taj koji će dočekati one sa kojima je zadovoljan. Naša braća Bosanskoj krupi su nas prelijepo dočekali. Allah je nagradio za njihov trud. I vidio sam da svaki atom svoje snage, dobre volje, pozitivne energije troše da mi svi koji smo došli na ovaj prelijep skup, na takmičenje Kur'an i Kerima, da uživamo i da odemo sa ovoga skupa sa lijepim uspomenom. Allah subhanahu wa ta'ala će ostaviti svoje robove kod sebe, u džennetima. Ostavit će svoje robove da vječno uživaju nakon što su se potrudili i oznojili se i dali od svojih imetaka i svoga života za Allaha subhanahu wa ta'ala da će vječno ostati pruženih nogu, ničega se neće plašiti i ni za čim neće dugovati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini ovaj skup mubarek, da nam se smilije na dunjaluku i na ahiretu i da ovaj skup sastavi u džennetu sa Mustafom sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah Dželešanu da nagradi našeg brata i gosta Almira Hafsa Karpića. Ovim bi mi završili naše današnje druženje protokolarno. Ja molim Allah Dželešanu da upiše ovo u naša dobra djela, da nam oprosti grijehe i da nas okupi u džennetu kao što nas je danas okupio. Assalamu alaikum. Jalla ja habibi nadu, jalla nib'a uwadu. بسم الله الرحمن الرحيم بوسنسكا كروبا بيلي بيراندان بيلي سمو سفيدوتسي تاكمچينا القرآن الكريم za našu djecu iz Velijepe krajine gdje alhamdulillah rabbil alamin uspjelo takmičenje koje se odvijalo u dvije kategorije od jednog džuza i pet džuzeva na pamet gdje je komisija alhamdulillah primijetila i dala svoje pozitivne reakcije. Ja lično kao član komisije koji je bio zadužen za ispravljanje djece u tečvidu morao sam da podignem jake kriterije da bi našao djeci greške u njihovom učenju Kur'ana, što je alhamdulillah rabbil alamin veliki pokazatelj da se ozbiljno radi sa djecom, da imamo jedan naraštaj koji dolazi, koji poznaje Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, uči je, druži se sa njom i to je pokazatelj da je inša Allah ta'ala pred nama generacija koja
voli Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu koji će sutra prenositi na druge. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Zahvala pripada Allahu tebarek ve teala neka je salavat i salam na Allahu miljenika i poslanika i Allahu prijatelja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah tebarek ve teala kaže u svojoj knjizi: "Ma laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir?" Mi smo olakšali Kur'an za pamćenje. Ima li onog ko bi uzeo pouku? Isto tako uzvišeni kaže: "Vratili Kur'an tartila." Ti uči Kur'an po tartilu, po teđvidu, po pravilima onako kako je objavljen. Isto tako povodeći se za riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an, a zatim njem poučava. Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti Stepeni Bosanska Krupa, danas 23. augusta u Bosanskoj Krupi u prostorima škole Kur'ana, je organizovalo takmičenje u hifsu Kur'ana na 1 i na 5 džuzeva. U tome je učestvovalo 26 djece, od toga 12 djece na 5 džuzeva i 14 djece, znači na 1 džuz. U komisiji koju je vodio Hafiz profesor Almir Kapić i magister Hafiz Hakija Kanorić, koji su nas počastili svojim dolaskom ovdje, nakon zahvala Allah tebarek ve ta'ala, zahvaljujemo se njima koji su nam se odazvali i koji su uložili svoj trud da bi ova manifestacija, znači, polučila svoje rezultate. Drago mi je što u Krajini imamo možda jedinstven primjer ovako jednog kolektivnog rada gdje se danas odazvalo 27 dječaka i djevojčica u učenju Kur'ana i Kerima. Vidjelo se, moglo se primijetiti da je prisutan borbeni duh kod njih, da su učili marljivo, da su se trudili, malo je bilo treme, ali alhamdulillah rabbil alamin, uspjelo je i svi su zadovoljni, svi su uspjeli, kao što je jedan od organizatora već u samom početku programa najavio, da su svi položili i svi su uspjeli, jer su izašli pred komisiju, proučili ono što znaju od Kur'ana i Kerima i dokazali da i ostala djeca koja ne dolaze u školu Kur'ana mogu slobodno da se priključe, mogu da nauče Kur'an, mogu da savladaju arapsko pismo i da budu od onih koji uče Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i knjigu. I meni je drago što sam počašćen svojim dolaskom na ove krajeve, u Krajinu, i da budem član komisije u ovom takmičenju Kur'ana i Kerima. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moje ime je Zaid Mujović i danas sam ja uz pomoć Allahu džalšanu milosti osvojio prvo mjesto na ovom takmičenju. Prvo bih zahvalio svom šejhu Muharremu Bariću koji me je podučavao u Kur'anu ove zadnje 4 godine i s pomoć njega sam naučio dosta toga. Također isto zahvaljujem hafizima koji su omogućili da se ovo takmičenje održi. Pozivam isto drugi ljude, mojih vršnjaka, da se pridruže, da uče Kur'an, da vole Allahovu knjigu i da zajedno inšala uđemo u dženet i budemo najveći hafiz. العيد احلى عيد على المحبه جمعنا هذا العيد احلى عيد على المحبه جمعنا